بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، حيث أن اليوم هو الثالث من شهر جماد الثاني، يصادف ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهي بحسب الرواية الثالثة. هناك روايات ثلاثة تشير إلى أن الزهراء استشهدت وقتلت على حال في إحدى هذه التواريخ الثلاثة. يقولون إما أنها عاشت بعد أبيها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله 45 يوما، وبعضهم قالوا على أنها 70 يوما، وبعضهم 90 يوما. فهذه الرواية 90، 90 يوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، الصديقة الزهراء فارقت الحياة. أنا لا أريد أن أتحدث في الأمر على حال الأمر الجزئي والقضية الجزئية، ولكن أريد أن أتحدث في مثل هذه المناسبة عن قضية حسب تعبير البعض أنه قضية واقعية، وقضية على حال عامة، وهي أننا عندما نريد أن نخطط للمستقبل، يقول أن فلان يريد أن يخطط للمستقبل، كيف تخطط للمستقبل؟ يقول تخطيطك للمستقبل لابد أن تتعرف على تجارب الذين سبقوك. أنا أريد أخطط على حال أسس مدرسة دينية، فلابد أن أعرف تجارب الذين سبقوني في تأسيس مدرسة دينية. أنا أريد أخطط مثلا في إنجاح مشروع معين، فلابد أن أدرس تجارب الذين دخلوا في هكذا مشروع. أنا أريد أصير على حال محلل سياسي، فلابد أن أدرس الوقائع التاريخية التي وقعت في مجمل الحوادث السياسية اللي أنا أريد أتخصص فيها. جناب الأخ يريد مثلا يتخصص في الأديان، فنقول لابد أن تدرس تجربة الأديان وتاريخ الأديان حتى تكون عندك خبرة في هذا المجال. فأيها الأحبة، لمعرفة المستقبل، لتحديد الخطة، لدراسة التجربة، فلا بد من الرجوع للتاريخ. تاريخ مهم جدا، وللأسف الشديد هناك مقولة في الواقع هي جميلة ظاهرا ولكن خطيرة واقعا، وهي أنه لا تنبشوا في التاريخ، واتركوا التاريخ لأهله، والذين مضوا على حال هم محاسبون أمام الله، وعلى حال سيقفون أمام الله. فمن فعل الخير فعل لنفسه، ومن فعل الشر فعل لنفسه، ولا يخصنا بشأنهم ولا دخل لنا بشأنهم. هذا كلام في الواقع كلام جميل ولكن خطير. ليش خطير؟ يعني أنت تريد تمنعني من أن أدرس التاريخ حتى لا أفهم شنو اللي صار، حتى لا أفهم من اللي قصر، ومن اللي انظلم، ومن اللي ظالم، وشنو اللي صار من التحريف، شنو اللي صار من عموما البطولات اللي صارت، الانتكاسات اللي حدثت. لما تمنعني من معرفة هذه الأمور، يعني أنت ما لك حق أن تتعرف على شيء اللي لابد أن تتعرف عليه. وللأسف الشديد يعني الآن شوفوا
قبل أن أذكر المأسوف عليه، أقول القرآن الكريم، شوفوا القرآن الكريم فيه آيات عديدة وسور عديدة، 114 سورة و6600 ونيف من الآيات في القرآن، فقط 500 آية عن أحكام الإسلام، عن الأحكام الفقهية، 500 آية من 6600 وكسور. زين، البقية وين؟ شوف أنه أكثر من ثلث القرآن، أكثر من ثلث القرآن قصص وتجارب وما صار للأمم السابقة وما حدث للأنبياء السابقين. فلما واحد يسألني لماذا رب العالمين خصص جزء كبير من القرآن في سرد تاريخ الآخرين، سرد قصص الأنبياء، سرد قصص الأمم، ليش؟ شنو هو كتاب قصص القرآن؟ الجواب كلا. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصص كما هو يقول عز وجل عبرة لأولي الألباب، حتى نفهم، حتى نشعر، لعلهم يتفكرون، لعلهم يشعرون. فهذه القصص وهذه السرد التاريخي في القرآن الكريم جاء حتى يقول أيها الناس، أنتم لا تستطيعوا أن تفهموا المستقبل، ولا تستطيعوا أن تحددوا خطتكم وطريقتكم ووجهتكم إلا أن تعرفوا الماضي شنو كان وشنو صار، من الظلم ومن المظلوم، من اللي حرف، من اللي جاهد في الوقوف أمام التحريف، ومن الكذب، من اللي صدق، من اللي تعدى، من المعتدى عليه، لا بد من معرفته. ولا تغركم يا شبابنا يا أصدقائنا، لا تغركم كلمات البعض أنه دعوا التاريخ على حال ما جرى أمام الله. شنو أمام الله؟ هم أمام الله، بس أنا حتى أعرف زيد بن أرقم وفلان بن علان هذا شنو كان موقفه؟ موقفه صحيح لو مو صحيح، موقفه باطل لو حق، لابد أن أعرف، لأن أنا مأمور. شوفوا، إحنا مأمورين، هاي المفارقة العجيبة، يعني مفارقة عجيبة، أنت مأمور على أن تتبع رجالات الإسلام، وأنت مأمور أن تتبع على حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، يجب أن تتبع، جيد، إذا يجب اتباعهم، زين ماذا فعلوا حتى يجب اتباعهم؟ شنو اللي سووا حتى يجب اتباعهم؟ لازم أعرف. أنا يجب أن أتعرف على ما فعله هؤلاء، يعني اللي قتل والمقتول واللي ظلم والمظلوم والمعتدي والمعتدى عليه من هؤلاء، أنا لازم أشخص من اللي كان على صح ومن اللي كان على غلط حتى أتبع. شلون أتبع؟ لا لا لا، أسكت سيدنا، فلان قاتل فلان مو مهم. شلون يعني قاتل فلان مو مهم؟ شنو مو مهم يعني كانت مشكلة عشائرية وانتهت، لو أكو فكر وأكو منهج؟ شنو؟ علي بن أبي طالب يسب ويلعن على منابر المسلمين طيلة 80 سنة، 80 سنة، وكم منبر؟ 80 سنة، يعني كم جيل؟ 10 سنوات وعشر سنوات، كلين كل جيل 10 سنوات، 15 سنة. زين، 8 أجيال، 6 أجيال تمر على المسلمين وعلي يسب. من اللي سبه؟ ومن الذي سن سبه ولعنه؟ من الذي قتله وقاتله؟ هذا لابد أن نعرفه. لولا هج طمطمه والله كريم، لا، ليس للطمطمة أبدا. صديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إحنا لما نصل إلى قضية السيد الزهراء يقول لا لا أسكت، سيدنا هذه بيناتهم. شنو بيناتهم؟ شلون بيناتهم يا حبيبي؟
سيدة الزهراء أكو روايات كل المسلمين، كل شيعة سنة أباضية ما أدري إسماعيلية زيدية ما تريدية صوفية سلفية، كلهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله قال، هم يقولوا في كتبهم أن فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني ومن أرضاها فقد أرضاني. وفي رواية أخرى هم ينقلوها في كل كتبهم أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليه قال عنها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه يغضب الله لغضبها ويرضى الله لرضاها. زين، شوف هذا المقياس، مقياس ما بين الله وبين الزهراء، يرضى لرضاها ويغضب لغضبها أو يسخط لسخطها. زين، هاي الوجود المميز للزهراء شنو صار؟ اعطوني مجال، اعطوني مجال يا جماعة أن أدرس تجربة الزهراء، أن أدرس تاريخها. قيل أن الزهراء ماتت، زين ماتت بأي سن؟ 80 سنة، 85 سنة، 60 سنة، كم يعني؟ عجزت، كبرت، شاخت، صار بها فيروس، شنو اللي صار؟ تاريخ يقول لا والله الزهراء توفت وعمرها 18 سنة. عجيبة، 18 سنة ليش يعني؟ السيارة ضربتها، كهرباء ما أدري على حال صابها، شنو اللي صار؟ يقول لا، صارت قضايا اتركوها رجاء. أبدا، هذا خلاف. وقلنا بداية الحلقة، قلنا أنتوا لما تجون في البحث الأكاديمي والبحث الاستراتيجي والبحث حسب تعبيرنا العمقي، تقولوا أنه لابد للإنسان أن يستشرف المستقبل ويخطط للمستقبل، وحتى يحدد جهته ووجهته في المستقبل لابد أن يلحظ التاريخ ويدرس التاريخ. أنتم مو تقولون هالشكل يا جماعة؟ ليش أنا لازم أدرس تجربة الحرب العالمية الأولى؟ وليش لازم أدرس تجربة الحرب العالمية الثانية وشنو صار وهتلر شنو وقف وفلان مرسلين يسوى ما أعرف فلان شنو فعل والحلف الكذا دول المحور منه ودول الحلفاء منه؟ أنتوا شو هناك؟ تعال أدرس، أدرس، أدرس الحرب العالمية الأولى، أدرس الحرب العالمية الثانية. ليش يابا؟ حتى نفهم، نفهم المعادلات شلون صارت، من الظلم، من المتجاوز، من الكذا، من على حال الفاشل، من الناجح، وعدد الضحايا. زين، سيدة صديقة الزهراء هم حدث من الحوادث التاريخية، حدث من الحوادث التاريخية، ليش تمنعوني أن أدرسه؟ لماذا؟ ماذا قال عنها أمير المؤمنين وهو عندما يواريها الثرى، لما عند دفنها شنو قال أمير المؤمنين علي؟ ماذا قال؟ قال حكايات. عندما دفن الزهراء قال كلمات، شنو هالكلمات هذه؟ اسمعوا، ليش تمنعوني أن أقرأ يا حبيبي عزيزي؟ ليش تمنعني أن أقرأ؟ يقول لا، أنت من تقرأها يعني راح تزرع الكراهية. كراهية منو؟ كراهية شنو؟ أنا شيء يعني ما دخلي بالأشخاص، أنا شنو دخلي بالأشخاص؟ أنا أريد أعرف أن الرسول شنو اللي أراد مني وشنو اللي صار ومن اللي كان معه ومن اللي وقف أمامه ومن اللي حرف ومن اللي ضلل. هذا أريد أعرفه، سواء كان فلان أو علان، مو مهم عندي. فأيها الأحبة، أيها الأصدقاء، الزهراء ماتت ورحلت عن الدنيا شهيدة مكسورة مظلومة مقهورة، مسقط جنينها. زين، وعمرها 18 سنة. لماذا؟ ولا أدعوكم أيها الأحبة أن تقرأوا كتب الشيعة أصلا، اقرأوا كتب الفريق العام للمسلمين، اقرأوا الصحاح وما ورد فيها في شأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. لا ترحون إلى الكتب التحليلية، كتب التحليلية والله فلان يحلل هالشكل، يرى أنه كان، هذا ما يفيدني. اذهبوا
إلى الكتب التاريخية، مو تحليل والله ابن تيمية هالشكل يقول، ابن تيمية هذا رأيه، أنا أريد ما جرى. آراء ابن تيمية حجة على نفسه وعلى جماعته، مو حجة عليه. أنا أريد التاريخ، شنو صار وشنو حدث وماذا حصل، ماذا حصل، هذا اللي أريده. ودعوتنا اليوم بمناسبة استشهاد الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، رسالتنا اليوم أيها المؤمنون، أيها النخبة، أيها المثقفون، أيها الدارسون، أيها الأكاديميون، تعالوا اقرأوا التاريخ بحيادية وبتجرد لتعرفوا مواطن الخلل وتعرفوا مواطن الظلم والظالم والمظلوم وما كان يخطط له رسول الله وما صار وما حدث بعد رسول الله. هذا لابد أن نبحث واقعها، وإحنا مسؤولين يوم القيامة على القضية هذه. لما تحشر يوم القيامة رب العالمين يسألك، أقول أنت وين كنت؟ تقول والله أنا كنت في الجهة الفلانية. ليش ما كنت تدري؟ والله ما كنت يا ربي، لا لم أدري. زين، فلان في حلقة من حلقاته في برنامج على أي حال ليلة من الليالي طرح لكم قضية أن أقرأوا التاريخ وفهموا التاريخ وشوفوا الصح عن الغلط وشوفوا الباطل عن الحق، ليش ما قرأت؟ ناكش الجواب واقعا، ما هو جوابي لله؟ شو الجواب؟ يا ربي ما صار عندي وقت، مشغول مثلا بالبوبجي، مشغول بلعبة الكذا، مشغول بالمونديال، أو لا. سنسأل يوم القيامة، وأنا لا أدعوكم إلا أن تقرأوا الكتب المنصفة والتاريخ المنصف لرجالات الإسلام وشنو صار. الله إن شاء الله يهدينا يوفقنا أن نتجرد عن الرواسب الثقافية والرواسب التربوية، اللي كثير من الأحيان هي رواسب غير طيبة، أن نتجرد عنها ونرى الأمور بتجرد إن شاء الله تعالى. نعم، عندي متصل. جميل، تفضل يا جميل. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم مولاي وأجوركم إن شاء الله تعالى، حياكم الله. الله يحفظك مولاي. مولا عند ولد أخوي أيتام. أولاد أخي بلي. إيه، عندي أيتام عندهم 10 ملايين مبلغ. عندهم 10 ملايين. 10 ملايين مال والدهم يعني ترك لهم؟ مال والدهم إيه. بلي. حطيت الولد مثل ذول أيتام وتخليني أمك. إيش تحسب لهم؟ أحسب لهم. طان عليه المبلغ. مبلغ. مبلغ 250,000. بلي. أيوة. شهرياً يعطيك 250,000 عليه. شهرياً بدون شرط مولاي. بلي. هم بها إشكال مولاي بس يعني خليتها أمانة يما قرضت اللي هي قرضة حسنة، لو شغلتها للفلوس شغلتها. لا والله قلت له خليه يمك، هو الرجال يشتغل بالعقارات. بلي. ايوه راح اجاوب. خليني ماك تحسب هم ايتام. قلت له سولفت له سالفتهم. راح اجاوب احسن ما ينصرفن له يروح عن غيره. راح اجاوبك يا جميل وانتبه الى جوابي. مشكور يا حبيبي، مشكور. اخواني، اخ جميل الله يحفظه عنده اولاد اخوه المرحوم، ذول ايتام صغار يعني، ترك لهم والدهم 10 ملايين دينار. الاخ اخذها انطاه لشخص قال يا به هذه خليها عندك واللي تنطيني زاك الله خير. هو قال يا ب 250,000 بالشهر أنطي. يجوز هذا أو لا؟ شوف أخواني، كل تعامل أنطي فلوس أخذ فلوس ما أدري إيش، ها كل تعامل في الإسلام إلى قواعد. مثلا إذا الآن أتزوج، هذا معاملة الزواج معاملة، أنا أقبل وتقبل مو شكل ولا هذا التراضي ما بين الطرفين، هي معاملة تسمى عقد. كل معاملة لها حدودها. تتزوج أكو صيغة معينة، أكو ألفاظ معينة، أكو نص معين تقوله حتى يصير زواج شرعي. أما هتش تتفقون ما يجوز، ذاك الزنا.
شوفوا من زواج شرعي إلى الزنا. ليش؟ إن أكو قواعد وأكو كلمات وأكو ألفاظ لازم تقولها وتم تقولها، فلا بد أن تكون موجودة حتى يكون العقد عقد شرعي والتعامل تعامل شرعي. أيضا الفلوس الواحد، شنو هاي الفلوس؟ لو تعطيها أمانة، لو تعطيها سلفة، لو تعطيها مضاربة، لو تعطيها ما أدري على حال رهن، شو تعطيها الفلوس بأي عنوان؟ كل واحدة من هالعناوين إلها قواعد، إلها قواعد وإلها قوانين. تقول أنا والله ما أعطيتها حتى بس على حال يشغلها، زين؟ إذا يشغلها يعني أنت أعطيتها بعنوان مضاربة. مضاربة فد عقد شرعي لازم نشوف أحكامه. شنو أحكام هذا العقد الشرعي؟ تكون الفلوس من عندي والشغل من غيري، والشغل من غيري. اللي يشتغل نقول له يا أبي اشتغل في اشتغل على حب الله ورسوله وشغل صحيح، لا تكون شغل حرام، لا سمح الله تروح تشتغل بالخمر أو تشتغل بالغناء، هذا ما يجوز، تشتغل باللي هو حلال. يقول ما يخاف، أشتغل بحفارة، أشتغل ما أدري كذا، أشتغل شغل شرعي. أقول اشتغل بيها، بس اللي الله يرزقك من عندها هالفلوس نصها إلك نص إلي، يعني الربح نصها إلك نص إلي. هسه هالشهر طلع 500، 250 إلي، 250 إلك. الشهر الثاني طلع 100، 50 إلي و50 إلك. بحسب ماذا؟ بحسب الرزق وحسب الأرباح. هذا اللي لازم يصير يا أخ جميل. أما تتحدد لي 250 كل شهر تطيني وما أدري تشتغل وأن المودي الفلوس ما أدري، هذا ما يصير. أنت تروح تشتغل بالفلوس في مجال محلل معين وتنطينا نسبة من الأرباح، نسبة نص ثلث كيف. هذه الطريقة الصحيحة يا أخ جميل، والله يبارك فيك. ودير بالك ترى أنت مسؤول على فلوس الأيتام لا تضيع. كرار تفضل. أبو كرار تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ويحفظك ويبارك فيك ويقولك إن شاء الله دائما دعائك. يعطيك العافية على دعائك، بارك الله فيك. تفضل. الله يبارك فيك. مولاي العزيز. نعم. الصور التي تقرأ في الصلاة الفاتحة الإخلاص مرات يصير عندي خلط أقدم الإخلاص على الفاتحة، هل يجوز ذلك أم لا؟ واضح سؤالك، إن شاء الله أجاوبك عليه. مشكور يا أبو بارك أمير. يعطيك العافية. أبو أمير، أم أمير تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا أكو شخص يطلبني مبلغ من المال، يعني مبلغ بسيط، هو مو ذاك المبلغ الكلش قوي. وهذا المبلغ وهذا الشخص العفو يعني ما أعرف هو وين راح، ما أعرف وين راح بأي مكان، لا أعرف عنوانه ولا أعرف أهله ولا أعرف وين هو بأي مكان، ما أعرف. زين شنو حكم هذا المبلغ اللي عليه؟ زين شو أسوي بي أنا؟ واضح يا أختي أم أمير، إن شاء الله أبين. بني أجاوب الأخ أبو كرار. أبو كرار يقول أنا أوقف للصلاة، تدرون الصلاة يعني الركعة الأولى تقرون الحمد وأي سورة، أي سورة، سورة الإخلاص أو سورة القدر أو سورة التين أو سورة علي حال الكوثر، أي سورة. يقول أنا أشتبه شو أسوي، بعض الأحيان أقرأ سورة الإخلاص بعدين أقرأ سورة الحمد، يعني سورة الفاتحة، فأقدم وأخر بعض الأحيان، شنو اللي أسوي؟ الجواب لابد أن تكون سورة الفاتحة أولا وبعد ذلك سورة من السور القرآن. وإذا أخطأت، إذا أخطأت لازم تقرأ الحمد، يعني أنا قرأت الإخلاص اشتباها بعدين قرأت الحمد وأقرأ سورة مرة أخرى بعدها، يعني أقرأ سورة السورة القصيرة بعد الحمد ولو مرة ثانية. واضح؟ هذا الاشتباه اللي صار، هذا الاشتباه اللي صار ما يضر، يعني ما يبطل الصلاة، ولكن تقديم وتأخير، وأنت لازم تخلي الترتيب محفوظ، الحمد أولا والسورة ثانيا. فلو اشتبهت لازم تكرر سورة بعد الحمد مرة أخرى، واحتياطا بعض الفقهاء واحتياطا سجدتي سهو آخر الصلاة، سجدتي سهو إلى هذه الزيارة اللي صارت. نعم. أم أمية تقول شخص يطلبني مبلغ من المال وما أدري وينه، مصيره مجهول، ما أعرف، أبحث عنه كذا، لا عندي عنوانه ولا عندي كذا، وشنو اللي أسوي بهذا المبلغ الموجود وأنا على حال شنو اللي أصرف؟ الجواب إذا الإنسان يأس عن صاحب الحق ما يدري وينه، ما يعرف وينه،
بحث 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 وما حصل، فيقدر بإجازة الحاكم الشرعي يعني بإجازة الفقيه يقول يا أبي هذه صدقي بيها، أعطيه صدقة، هاي الفلوس أعطيها صدقة عن صاحبها، أعطيها صدقة عن صاحبها. ولكن يوم من الأيام إذا إجا بعد 10 سنوات إجا قال يا أبي اعطيني فلوسي، فلازم تعطيه مرة ثانية، فيمكن لك أن تتصدقي بها عن بها الأموال، تتصدقي بهذه الأموال عن صاحب الحق، وإذا يوم الأيام ظهر وجاء فلا بد من ماذا؟ إعطاء حقه. نعم سيد موسى تفضل. مولاي حياكم الله، تفضلوا سيدنا. أنا عندي بيت بالجراوية. بيت إيه؟ أولاد 4 ومرت بالجراوية، وروح لهم مش أروح 5 مرات 6 مرات 10 مرات، فشلون صلاتي؟ سيد موسى الله يخليك، هذا التلفزيون، التلفزيون هذا بعد عنه، كنت بتعد عنه الله يخليك، وتكلم معاي بشكل واضح. أنت عندك بيت بالجرايوية ما أدري وين، وهذا البيت أي بالجرايوية أي عندك عمر سيدنا سيدنا اسمح لي حبيبي اسمح لي، أنت ذاك البيت عايش بي ما عايش بي، مسقط راسك لو بس مشتري خير إن شاء الله. أم ضحى تفضلي. أم ضحى السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أرد أسئلك على شو اسمه إحنا شاية. شنو؟ بالله الشاية ما تكلمون شفت نار ومن هاي الأكل لم أجب قايدين بيه. أم ضحى صوتك مو واضح أصلا، صوتك مو واضح، ما أقدر أنا أفتهم مسألتك يعني بالمشاية، ما أفتهت مشاية شنو؟ مو واضح صوتها الأخت مضحى، مو واضح صوتها. سيد موسى شنو بين سؤالك بشكل واضح سيد موسى الله يخليك. مولاي عندي سؤال واحد عندي بيت الجراوية. سيدنا حبيبي لحظة، جريوية عندك بيت بالجريوية، عندك بيت بالشامية، أي واحد أنت عايش بيه؟ بيت الشامية، بيت أولادي نعم؟ بالجريوية ومرتها. بيت أولادك بالجريوية ولا بيتك أنت يا حبيبي؟ لا بيت أولادي ومرتها أمهم وياهم. أمهم وياهم؟ حبيبي صلاتي شلون؟ سؤالك الثاني يا حبيبي، سؤالك الثاني، سؤالك الثاني. الثاني أنا وفوضى أصلي. نعم. إلا قاعد أقول. صلاة من وقوف ما تقدر. إيه. وقوف ما تقدر، لو ركوع ما تقدر أو سجود ما تقدر، أصلاً ما تقدر توقف. ما تقدر توقف أصلاً لو ما تقدر تسجد. لا ما أقدر أوقف. واضح، حياك الله حياك الله. سؤالك الأول ما راح أجاوبك لأن ما أعرف شنو قلت أصلاً، أولادي بالجراوية وكذا، ما أفتهم سؤالك الأول أصلاً. أم ضحى شو تريد تقول؟ تفضل أم ضحى. سيد من أنشر الشاي؟ يطيني أكل وأنا أرجع لبيت أبي بيا يعني لحظة مثل فاكهة. شنو؟ إيه؟ ايه ما يطيني لفه مثلا لو هاي وانا ارجع العصر امشي خطوات وارجع يقول لي ما يصير بيت ضعيف. ايه يطوها لفه، شو اسوي للفه الان؟ شنو المشكله؟ تلفش بيها؟ اقدمها للبيت وياي العصر من اهل الدنان. واضح واضح واضح، حياك حياك اللفه، ارجعها للبيت واكل مع الاطفال. زين اسئله يعني رجاء اسئله شويه يعني فيها شويه حسب تعبيرنا على اي حال فائدة عامة. الأخت الكريمة تقول أنا أمشي مشي للحسين صلى الله عليه وسلم، يعطونا أكل لفة ما أدري طاسة زردة طاسة حلاوة كذا، نقول أنا ما أكلها، أرجع للبيت إلك هاي حجيها، إلك الآن تأكليها بعدين تأكليها، تعطيها للناس ما تعطيها للناس، تأخذيها ما تأخذيها، هاي إلك، ما يحتاج بعد على حال، لا يحتاج أن واحد يسأل ما دام أنطوني خلص. يقول مو أنطوني حتى أنا لزيارة الحسين، أنت رايحة مشاي
بس انت ما رجعتي للبيت، خلص اعطيها للجهال ياكلوها، لك هذا فيجوز لك ان تاكليه. الاخ سيد موسى، السؤال الاول مو واضح، بيت الجراويه ايش قد عايش بيه انت؟ عايش لو ما عايش؟ اولادك انت على حال شنو؟ اشتروا بعدين البيت انت ما ادري من فلوسك؟ هاي كلها لازم يكون عندي واضح. والله انا اصلي تمام لو اصلي قصر، ما اقدر انا اجاوبك اذا ما عندي وضوح بكل السالفه. اما انت ما تقدر توقف تصلي. الانسان بعض الحين يقول انا مشلول ما اقدر اوقف اصلي، مشلول مشلول. يقول له اقعد اصلي، اقعد اصلي. مره يقول لا انا امشي وكذا ما عندي مشكله ولكن ما اقدر اركع. اقول له اوقف وصلي، اوقف وصلي براسك، صلي بالايمان. فجناب الاخ اذا كان ما يقدر يوقف اصلا وواقعا وقفته حسب تعبيرنا يطيح بها يغمى عليه او انه يدوخ يدور راسه، نقول له اقعد وصلي على حال على الارض لا اشكال في ذلك. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عندي سؤال واحد، مذكور الخمس بالقران؟ وإذا مذكور بالقرآن شنو الآية؟ وليش قمنا نطي خمس؟ نطي زكاة مو موجودة آيات هواي صحيح يدفعون زكاة ومعقولة، يعني ما معقولة يعني واحد فقير يجمع سلفة أو يجمع مبلغ أنا مودي يبني بيته وهو بالإيجار إذا دارت عليه سنة يعني معقولة يخمس المبلغ؟ إذا هو محتاجها محتاج أي فلس من عندها معقولة؟ يعني إذا دار أي شغلة أي شغلة بالبيت أنا أحتاجها مو ما أحتاجها يعني أخمسها؟ يعني ما أدري شلون يعني هاي ما قاعد أفهم هالسالفة. على أي حال أختي واحد جاي يعني لو تسمعين محاضرات لأشخاص يثيرون هيك شبهه، لو انه اكو واحد جاي ياثر عليك انه لا تطون خمس، شوفي اختي الكريمه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى له قانون انه يا جماعه اذا كان عندكم زرع او عندكم حصاد او عندكم حيوانات تربوها لازم تطون زكاه، تطون زكاه كل 40 غنم عندك تطي غنمه واحده، غنمه واحده زكاه، كل خمس إبل عندك يعني خمس بعران لازم تطي بعير واحد. هذه على حال قانون الله في مسألة الزكاة. واحد يقول معقولة، مو كلامش كل سؤال يقول معقولة، هل معقولة أن الله كذا واحد غنماته وبعرانه وزرعاته يشيل يطيها للآخرين؟ هذا قانون، كما أن الدول يقول يا بيت ايش قد تطلع لازم تطي ضريبة. معقولة أنا أشتغل وأتعب وليل ونهار أجي أنطي للدولة؟ هذا قانون، أكو ضرائب أكو استحقاقات لازم تدفعيها. فرب العالمين كما قالت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها، وهذه مناسبة جيدة أن ترجعين إلى خطبة الزهراء وشوفيها، كلمت الزهراء في هذا المجال أن الله سبحانه وتعالى جعل في أموالكم حق، حق للناس، حق للأيتام، حق للفقراء، حق للمساكين، لازم ندفعها، هاي أموال حقوق في ذمتنا للآخرين. تقول إذن الزكاة ما يخالف أنا أقبل الزكاة، الخمس شنو؟ أيضا هناك آيات الله سبحانه وتعالى بيّن على أنه هناك إذا غنمتم شيء واكتسبتم غنيمة، يعني كسب، إذا اكتسبتم شيء مو الغنيمة بس بالحروب أو بالحرب، لا، أي اكتساب أي ربح إجاك وأنت في واقع هذا الربح ما استفدت منه أو ما صرفتي في حاجاتك، بقى هالشكل بالبنك أو بقى بالبيت، رب العالمين يقول ما دام هذا أنت ما استفدت من عنده خمسة تطي إلى الفقراء. لا تقولين معقولة، أي معقولة، ليش شون معقولة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال الإنسان اللي عنده زايد زايد، يعني تقول أنا عندي لو مو زايد شا صرفتيه، إذا مو زايد صرفتيه تقول لا أنا مو ضامتها إلى يوم اللي أحتاجه. رب العالمين يقول هالسنة هذه، هاي السنة شي اللي ما صرفتي، شي اللي ما على حال انفقتي،
وما احتاجيتي لازم تعطيني خمس. والخمس مرة واحدة بالحياة، يعني مرة واحدة تخمسين فلوسك بعد ما تتخمس. إذا أجبت زيادات عليها ذاك الزايد فقط تخمسين. واضح أختي؟ وهذه أدلة وروايات، ونفس الشيء أهم كلام المعصومين صلى الله عليه في هذا المجال. وإحنا في واقع الحال مسألة معقول أو غير معقول هذا يرجع لوين؟ يرجع إلى عموم التشريعات وعموم القوانين الموجودة، على أن الله سبحانه وتعالى يجعل حق، يجعل حق للآخرين في ذمتنا. التجار الكبار اللي يعملون اللي يحصلون، الفقراء الضعفاء المشلولين القاصرين الأيتام، ذولا لازم ننطيهم. ليش؟ لأن ذولا ما يقدرون، ما يقدر يشتغل، ما يقدر يشتغل، ما يقدر كذا. الآن في أوروبا الناس الضريبة يطوها إلمن، يطوها للاجئين اللي جايين ما عندهم شغل عمل، يطوه، يطوه للمتقاعدين اللي ما عندهم كذا أو العجز، معطلين، ناس غير قادرين، قاصرين بين ببعض العاهات اللي ما يقدرون يشتغلون، يأخذون من الآخرين يطون لهم حتى تصير العدالة الاجتماعية. وهذا في واقع الحال لما كان زائد عن حياتي، يعني مو انه تقول انا اشتري مثلا قطعه ارض لازم اخمسها، قطعه ارض تشتري حتى شنو؟ تبنيها وتقعدين بيها. تقول انا ما بنيتها، خليتها اشوف الان يصعد سعرها او بعدين بالمستقبل. رب العالمين يقول هذه قطعه الارض خلال هالسنه هذه قعدت بيها جيد، ما قعدت بيها تقيمين سعرها وتعطين خمسها. ولا تستمعوا إلى الوسواسين الخناسين اللي الآن بدأوا شنو يشككون في بعض قضايانا. وارجعوا وأرجوكم شوفون هذا في الشاشة أمامكم، هاي الشاشة هاي شوفوها هنا، أكو فرد على حال أحسنتم، هاي مكتوب المجيب، تشوفوها المجيب أحسنتم، هاي المجيب راح تطلع لي هذا الباركود، خلوا كاميرتكم كاميرا الموبايل خلوا على الباركود راح يطلع لكم هذا المجيب. والمجيب كل مشكلة أختي الكريمة، كل مشكلة عقائدية شرعية هسه كتبي لماذا نخمس، دخلي بهذا المجيب، قلت لك هذا اللي خليناه الآن باركود موجود، حمليه على موبايلك، حمليه وسألي لماذا نخمس، ما هو دليل الخمس. لو سألين لو تبحثين، لما راح تبحثين يجيك الأسئلة، تجيك الأجوبة. وهذا البرنامج الله يعلم كم من جهود تصرف حتى نثقف، حتى نقف أمام الوسواسين الخناسين المشوهين اللي يردون يثيرون الشبهات. البرنامج للجميع، مو الآن فأحمله وأشوف السؤال وأمسحه، لا، هذا البرنامج يبقى وين؟ يبقى في جهازكم حتى أي قضية حصلت. واحد سأل سؤال، يا بفلان فلانة رضعت فلان، صار ابنها لو ما صار ابنها الرضاعي؟ والله ما أدري. رأسا هذا التطبيق تفتحوه تكتبون أنه المدة الرضاعة، متى يصبح الطفل مثلا محرم على المرضعة أو كذا، تجيكم الأجوبة بشكل واضح وتبحثون عنها وتدرسوها. الله يوفقكم إن شاء الله. نعم نعم أم شمس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا علي عن قصيدة. صوتك غير واضح يا أخ علي، ليش الصوت مو واضح؟ الصوت مو واضح. ألو. أنا أسمعك تقولين ألو، ولكن سؤالك مو واضح عندي. تفضل سؤالك مرة ثانية. أخوي كنت من خمية. ألو. أختي الكريمة أسمع كلمة ألو أسمعها الله شاهد، بس أخوك شنو كذا ما افتهمت، شنو عندك ويا أخوك؟ أخوي أخذ مبلغ من حماية. هذا مبلغا من حماية إيه؟ 4,200,000. من حماية 4,200,000 إيه؟ ومرور الوقت نكر الفلوس. بمرور الوقت أنكر ذلك. أنكر ذلك، قال بأن هو ما يطلبني بس 1,500,000. ما يطلبني إلا 1,500,000، زين، إيه؟
حماية رجال مسن بلي بنفس الوقت. فلما سمع بهذا الكلام رأسه كان صارت عنده جلطة جلطة زين، وبقى فاقد الوعي أربعة أشهر. أربعة أشهر بلي. بعدين أنطاق عمره توفى بلي. زين، هل هو يعني أخويا هو اللي سبب يعني يتقدم علي، يعني هو اللي سبب هذا الحالة اللي هو صار بيها، أو يعني هذا بأن هو توفى يعني هو السبب يعني هاي الوفاة مالته؟ مشكورة يا أخت أم شمس على اتصالك، حياك الله. حياك إخواني، شوفوا أم شمس طرحت مسألة جديرة بالاهتمام، أنه أخوي أخذ مبلغ من واحد لسه حماها أو شخص آخر مو مهم، أخذ مبلغ وبعدين نكر قال مو 4,200,000 مليون ونص ما أخذ من عندك. ذاك الرجال مسكين فقير فانصدم وصار بي جلطة وبعد أشهر توفى. أولا الإسلام العزيز القرآن الكريم كم أصر وبين أنه يا جماعة إذا أخذتم دين وإذا داينتم وإذا أخذتوا فلوس من بعضكم البعض قيدوه، اكتبوه وليشهد طائفة يشهد ناس على ذلك. تبدون تشوفون الآية آخر سورة ماذا؟ سورة البقرة اكتبوا البقرة آية، أكبر آية بالقرآن، أكبر آية أطول آية هي آية الدين. تداينتم، كتبوا تداينتم زين، راح تجيكم آية 182 من سورة البقرة، يا أيها الذين، أكبر آية هاي أطول آية صفحة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أخذتوا الدين على وقت معين فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، جيبوا واحد يكتب حتى لا أحد يزور على الثاني، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، الكاتب هم لا يكتب بكيفه حسب ما الله سبحانه وتعالى قرر. بعدين يقول رب العالمين أنه يجيبون شاهدين خلون حتى هذه وثيقة دين، وثيقة سلفة، وثيقة ما أدري قرضة، إحنا ما نكتب والله هذا صديقي وهذا ابن عمي، بعدين يصير مشاكل. فأيها الأحبة اكتبوا، لا تستحي، الحق ما بي مستحى، الحق ما بي خجل. أنا الدائن عفوا أتشقد أخذ من عندي مليون، اكتب لي إذا ماكو زحمة، استلمته من سماحة فلان كذا كذا كذا، اكتب وقع جزاك الله خير، تعال فلان اشهد. هاي ما سويتوها وصارت مشكلة. قضية ثانية تقول أخوي أنكر قال لا أنت ما تطلبني 4,200,000 تطلبني 1,500,000، وهذا مسكين انجلط ومات، فهل موته في ذمة أخي؟ لا أقول أنه هو يتحمل الدية، ولكن أقول ذمة مو خالية، يعني قد يكون سبب لموته. مثل واحد يحفر حفرة، يحفر بير بالشارع، واحد يجي يوقع بيها، اللي وقع بيها هو وقع بس أنا اللي حفرت الحفرة، فأنا سبب، والسبب على أي حال ما تخلو ذمة من شنو؟ ما تخلو ذمة من حق، فلا بد أن يرجع إلى الفقيه حتى يشوف أنه هل عليه حق وش قيد الحق اللي عليه. نعم أم زهراء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدة أنا عندي 3 بنات وأخذهم نفقة. 3 بنات تأخذين نفقة؟ أي سيد، وحتى أنا وياهم. زوجك يعني مطلقك يعني شنو؟ لا بس هاجرنا. هاجرني إيه؟ وسيد انا النفقه اللي استلمها ابوي ما مخليني اي شيء محتاجه يعني الي وللبنات، يصير انطي من عندها خمس. خمس مال شنو تعطيني يا بابا؟ المن هالخمس شنو يعني؟ عليك خمس. احنا من استلمها ما اصرفها يعني، بناتي كلهم مصرفهم هاي على ابوي. واضح. سيد وابن اختي مريض كله، اريدك تدعي له وياه. واضح اختي ام زهراء، حياك الله.
أم زهرة الأخت الكريمة تقول أنا عندي 3 بنات وزوجي هاجرني وناخذ نفقة، ناخذ نفقة، بس النفقة ما جاي نصرفها، تتكدس تبقى شهر شهرين 3 سنة تتكدس النفقة، فلازم أخمسها. نعم إذا بقت هالشكل لازم تخمسوها لأن شيء زايد باقي. والدك الله يحفظه اللي جاي يصرف على أولاد بنته هو متطوع، يعني مو واجب عليه، مو واجب عليه. فقولي للوالدك ما بابا هاي فلوس النفقة، يقول لها خليها للجهال، خليها للجهال مو مشكلة، خليها للأطفال بس لازم أخمسها. واضح أختي؟ وما يفعله والدك إنما يفعل ذلك واجبا عليه، ولكن على أي حال والد يجب أن تخمس. نعم ابن أختها يريد دعاء اللهم بمحمد وآل محمد، الزهراء البتول، الزهراء البتول، الزهراء الصديقة، يا رب عافي كل مريض، بالخصوص ابن أخت الأخت الكريمة ابن أختها، اللهم عافي بعافيتك وشافه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين، قولوا آمين. نعم تفضل. يا الله السلام عليكم سيد رشيد، ربي يحفظك ويوفقك ويعطيك الصحة والعافية ويطول بعمرك. مشكورين. سيدنا مولاي أني لدي مرات أغسلهن ويا ما أريد أتوظف أجعل مغسلة أغسلهن، يعني نظيفات جدا نظيفات. نعم. بس تبقى نسبة بإيدي، شلون نسبة تديهن؟ شلون هسه مرات من تخلي المي على يدك يوقع منها ومنها، بس هن نظيفات ولاكو بيهن دهن. بعض الناس تقول لي هذا يبطل الصلاة، وبعض تقول لي غير شيء، فحبيت أوجه لك سؤالي. يعني هن نظيفات، يعني هن من الله، بس يعني تبقى نسبة قليلة، يعني مرات أغسل 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 تروح هاي النسبة، بس أتوضأ ترجع أرجع النوم أغسل ترجع هاي النسبة. يا ريت توضح لي على سؤالي مولاي، ربي يحفظك. خالد تفضل. يا خالد السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم. يعطيك العافية تفضل. سيدنا بالنسبة للشهادة مال الزواج. شهادة؟ شهادة الزواج، يعني سؤال إذا سألوني على شخص. ها يعني استشارة مو شهادة. شخص أجلكم الله يعني شارب للخمر. يصير أقدر أقول هذا يا ترى هذا الشخص هالشكل؟ خالد هاي خالد هاي ما يسموها شهادة حبيبي، هاي يسموها استشارة. إذا استشارون مشكور مشكور إن شاء الله. أي والله أشكرك. يعني خل أجاوب على الأخ خالد أول. شوف لما يقولون أنه يا سيدنا فلان جاي يقدم على بيتنا، شنو رأيك فيه؟ مشورة، استشارة، هاي استشارة يستشيروني. والمشاور لابد أن يكون أمين، المشاور لابد أن يكون أمين، يعني جاي يشاوروني وجاي يسألوني، فلابد أكون أمين، أكون صادق. وإذا أنا خنت بالمشورة وإذا كذبت وعلى حال موهت عليهم، يوم القيامة قد أكون مسؤول. لو أنا أكون صريح، لو أقول يا بسألوا غيري حتى لا أتحمل المسؤولية، بس يجوز لي أقول هذا شارب خمر؟ بالي يجب عليك أن تقول ها واجب. نعم واجب. ليش؟ جاي يستشيروك، يعتبروك أنت مشاور، مشاور أمين. والمشاور الأمين لابد شنو؟ أن لا يخون. قل بلي هذا عنده فلان شيء ويشرب خمر ومو خوش ولد و و و و و و إلى آخره. بلي سيدنا مو غيبة؟ لا، هنا الغيبة واجبة، هنا إيه يسجلوها عليه، هنا الغيبة واجبة. شلون غيبة واجبة؟ لأن الناس جاي يسألون يردون يطون بيتهم حتى البنت تصير سعيدة وأمينة وعلى حال تعيش حياة طيبة، وأنا إذا ما أقول لهم هذا الولد مخوش ولد وعنده سوالف مكسرة وعنده سوالف تعبانة، إذا ما أقول لهم راح أنا شنو؟ راح أنا أظلمهم، والظلم حرام، فلا بد أن أقول. سيدنا غيبة، هذه ليست غيبة، الغيبة جائزة، الغيبة جائزة وحلال في موارد منها هذه، مشورة المستشار، مشورة المستشير أو المستشار. هنانة حتى بالمدرسة المعلم يجي يتكلم عن طلابه، هاي غيبة، ويتكلم عن طلابه حتى يصلحون الطلاب.
استاذ ترى فلان من طلاب سوى فلان شيء فلان شيء فلان شيء، هذا مو غيبه؟ لا، هذه من باب تربيه الاولاد. فهذه لابد ان تقول، تقول مو انا اخاف اصير قوام علي وفلان قال. انت اذا تخاف قول يا بقى انا روح اساله غيري، روح اساله غيري. واقول كلمه، اذا سالتم واحد وقال روح اساله غيري، يعني اكو في القضيه شيء، يعني كل من اتنصل عن يقول الحق يعني اكو شيء، فلا بد الانسان بسرعه يتوجس ويتخوف. واضح هذا؟ زين. الاخ الكريم قال انا اغسل ايدي هوايه، اغسل ايدي اغسل ايدي اغسل ايدي وبعدين اتوضا. اولا ليش تغسل ايدك زايد؟ ليش وسواست؟ لا توسوس باب، على شنو تغسل ايدك زايد؟ مره واحده اغسلها بالصابون حتى الوساخه تروح وتوضا، شنو يعني؟ فما يحتاج تغسل ايدك زايد. والله سيدنا من اخلي الماي، الماي شنو حسب تعبيرنا الماي ينزاح، يعني كانما ايدي مثل الدهن صار، لا من كثره الغسل هذا الشيء صار، من كثره الغسل يا حبيبي. واللي يقول لك وضوءك باطل وكذا كله غلط، كله غلط، كلام مو صح. وضوءك صحيح، صلاتك صحيحه، بس انصحك لا تغسل زايد. ارحم ايدك، ارحم بشرتك، ارحم الصابون اللي بيدك، لا تسوي اسراف وتسوي تبذير. فانت مره واحده اغسل وعلى حال لا اشكال في وضوئك وصلاتك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبه امرنا وامركم خيرا، ويعجل في ظهور امام زماننا، ويجعلنا من انصاره واعوانه وشيعته وحبيه. اخواني، بمناسبه هذه الفاجعة الكبيرة لسيدتنا وولادنا فاطمة الزهراء، ارجعوا للتاريخ، اقرأوا التاريخ بشكل جيد، اعرفوا ماذا جرى للصديقة الزهراء حتى نستكشف الحق عن الباطل. ونسأل الله سبحانه وتعالى يرحم شهدائنا ويعافي جرحانا ويعجل في ظهور إمام زماننا ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. لا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.